مؤتمر صحفي تم تنظيمه الحقيقة في مقر السفارة الفرنسية بالقاهرة، جمع معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفير الفرنسي إريك شوفيه، وكان اللقاء ده هدفه طبعا يعني الإعلان عن استعدادات باريس لاستقبال دورة الألعاب الأولمبية ومشاركة البعثة المصرية. وخلال المؤتمر الصحفي أكد وزير الشباب والرياضة على حرص مصر على المشاركة الفعالة في دورة الألعاب القادمة في باريس، مشيرا إلى أن البعثة المصرية ستضم نخبة من الرياضيين المصريين في مختلف الألعاب، سببا أن مصر اتخذته جميع الإجراءات اللازمة. طبعا كلام يعني وزير الشباب والرياضة استعرض سريعا طبعا مجهود الدولة المصرية خلال 4 سنوات فاتت، استعداد ثلاثة خلينا نتكلم بأمانة ثلاثة من 21 ل 24، استعدادات الدولة المصرية لباريس 2024. وعايز أقول كمان انه مش بس كده، زي ما حضراتكم شايفين الرياضه بتجمع الشعوب. النهارده مؤتمر في السفاره الفرنسيه بالقاهره، هتلاقي في كل دول العالم النهارده مؤتمرات ولقاءات استعدادا لدوره الالعاب الاولمبيه، اكبر حدث رياضي على الكره الارضيه كل 4 سنوات. كاميرا النادي الاهلي كانت موجوده الحقيقه في هذا المؤتمر، سجلنا تقارير كثيره مع مهندس شريف العريان، سجلنا مع احد او بعض اللاعبين اللي هيشاركوا في هذه البطوله. هنطلع نتفرج على التقرير ونطلع لفاصل بعد كده يا كابتن، عشان يكون ضيفنا النهارده كابتن محمد حشيش. طبعا هنتكلم معاه عن المباراه القادمه الاهم جدا جدا، ماتش سيمبا وكمان مباراه منتخب مصر امبارح. يبقى التقرير وفاصل ونرجع لحضراتكم تاني. لمبادرته اولا لزيارتي في وزاره الشباب والرياضه، وبنشكر السفاره الفرنسيه لان عدت لنا زيارتي لباريس ومقابلتي مع وزيره الشباب والرياضه بفرنسا واللجنه المنظمه لباريس 2024. والحقيقه ده تقديم لتسهيل اجراءات البعثه المصريه بشكل مبكر، واطر التعاون ما بين مصر وفرنسا لنقل الخبرات في تنظيم الاحداث الكبرى، وايضا افق من التعاون على المجال الشبابي والمجال الرياضي كبيره جدا. يعني احنا يعني زي ما شفنا البروفا اللي موجوده في دوره الالعاب الافريقيه، الحمد لله احنا محققين يعني باولادنا بطولات كويسه جدا، ارقام كويسه جدا، احنا اكثر من 92 ميداليه ذهبيه ويعني 176 ميداليه في المجمل، محققين ما بيننا وما بين الدوله اللي بعدين على طول رقم كبير قوي. يعني ده شيء يعني مبهج ومبهر لينا، لكن الاولمبيكس بيكون لها شأن اخر. احنا التأهيل احنا تخطينا ال 100 لاعب رياضي مؤهل، لكن احنا بنقول كمان لغايه شهر 6 في تأهيل للرياضيين. الحقيقه من ما بدأنا وزاره الشباب مع الاتحادات الرياضيه واللجنه الاولمبيه كان في برنامج مخطط علميا من خلال الوزاره واللجنه واللجنه العلميه. البرنامج ده مرتبط بدعم مالي، الحمد لله احنا خلصنا لغايه الدفعه السابعه اكتر من 300 مليون جنيه، قربنا كده على 400 دلوقتي، وده لان اللاعب تاهيله معظم الاتحادات بيسافر عدد من البطولات، كمان استخدام المدربين اللي على الشكل اللائق لولادنا، السفر في المعسكرات الخارجيه، البروفيشنال سبورتس بيكون ليها ماني توكينج بشكل مختلف. احنا في وزاره الشباب والرياضه الحقيقه مع دعم الدوله المصريه بنحاول ان احنا نحققه، فنتمنى لاولادنا وشبابنا ان شاء الله كل خير لبلدنا والنتائج الطيبه. يعني cet événement ce soir à la résidence de France c'est pour célébrer le sport et le sport aussi comme valeur de partage, valeur d'union entre les peuples et de pont entre les peuples. الحدث الذي نظمناه ننظمه هذا المساء في مقر فرنسا في مصر هو للاحتفاء بالرياضة، ليس فقط كمجهود بدني ولكن أيضا كجسر بين الشعوب وجسر بين الثقافات. Je suis très heureux que la famille du sport égyptienne se soit rassemblée ici avec nous à la résidence de France. Le ministre, le président du comité olympique, le président du comité paralympique et puis beaucoup d'athlètes, des hommes, des femmes, des para-athlètes, des hommes, des femmes, et y compris qui sont qualifiés pour 2024. Parce que l'objectif, bien sûr, c'est de parler de ce chemin vers les Jeux olympiques et paralympiques qui auront lieu en France cet été. في هذا السياق انا كنت سعيد للغايه باستقبال الاسر الرياضيه المصريه في مقر فرنسا،
معالي وزير الرياضة وأيضا رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اللجنة البارالمبية إلى جانب العديد من الرياضيين المصريين ومنهم رياضيين تم تأهيلهم لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 من أجل أن نتحدث معنا على الطريق نحو دورة الألعاب الأولمبية وهذا هو هدف هذه التظاهرة وهذا الحدث. احنا لسه عندنا حاليا 92 لاعب ولاعبة متأهلين للأولمبياد، هنوصل ان شاء الله لحوالي 141 او 150 لاعب ولاعبة باي نص يونيو القادم ان شاء الله، وان شاء الله كمان نحقق نتيجة كويسة في الأولمبياد. حاليا ابطالنا موجودين اغلبهم في دورة الألعاب الإفريقية في غانا في أكرا، بقالنا اسبوعين بنلعب في أكرا، مصر متصدره الترتيب العالمي الترتيب الافريقي الحقيقه بشكل كبير جدا، احنا في المركز الاول ب 92 ميداليه ذهب، اللي بعدينا يمكن نيجيريا فرق كبير جدا يمكن جايبه حوالي 30 ميداليه ذهب فقط لا غير، بعديها جنوب افريقيا والجزائر بنفسه على الثالث والرابع. ان شاء الله الختام يكون يوم السبت والبعثه كلها ترجع من غانا يوم الاحد باذن الله. طبعا يعني الحمد لله ربنا كرمني المره اللي فاتت بالميداليه الفضه في الاولمبيكس، يعني اي ميداليه في الاولمبيكس طبعا بيبقى شرف كبير لاي حد، لكن المره اللي فاتت كانت فضه، نتمنى ان هي ان شاء الله تكون اللي جايه ذهب. يمكن الميداليه اللي جايه اصعب بكثير من اللي فاتت، مش بس عشان يعني ان هي من فضه لذهب، لكن كمان زي ما قلت كده ان هو الحفاظ على المستوى او كمان دلوقتي بقى خلاص بقى انت بتارجت كمان لناس ثانيه منافسين تانيين، فالموضوع كل شويه المنافسه بتزيد، فطبعا الميداليه اللي جايه ان شاء الله هتكون صعبه، بس ان شاء الله نكون قدها يعني ونقدر نحققها. صراحة بتبقى حلوة قوي عشان بنجمع كلنا كأثليتس وبنشوف بعض، وصراحة حلوة قوي يعني، بحس بتدينا حافز يعني ان احنا نبقى اللي هو اكسايتد للاولمبيكس. انا الصراحه اكسايتد قوي، بقالي كذا شهر بجهز كده كده عشان دي بالنسبه لي اهم بطوله في السنه وبتيجي كل اربع سنين، فان شاء الله تبقى حلوه وانا مبسوطه قوي ان انا موجوده هنا الصراحه. اكيد ميداليه في الاولمبيكس، بس ان شاء الله في الاولمبيكس لسه في حبه محتاجه اشتغل عليها قبل ما اعرف اجيب ميدال في الاولمبيكس، عشان كومبيتيتيف قوي عندنا في التنس الطاوله، ففي حاجات كتير قوي لازم اشتغل عنها، واكيد في توت العالم ان شاء الله يعني، وان انا عايزه ابقى توب 5 رانكينج في العالم، فدي جولز يعني ان شاء الله اقدر اعملها.